مهندس هادي مبابي مدير البيتنج زو او حديقه الطفل داخل حديقه حيوان الجيزه. هي حديقه الحيوانات الاليفه هي اخر المشروعات اللي هي داخل الحديقه. هي عباره عن مكان يعني معمول بستايل غابه في كل الحيوانات يعني مسموح للجمهور بشكل عام ان يقدر يحتك بكل الحيوانات. مجرد ما الجست بيخش بيبقى معاه باسكت اكل زي الباسكت اللي معانا ده، في مجموعه من الاكل معروف في الاكل ده بالنسبه للخضروات للحيوانات. يبدا يخش داخل الحيوانات، كل حيوان موجود في بيئه بتاعته يقدر يتعرف على ياخد معلومات على البيئة بتاعته، وكمان يقدر ان هو يأكله يتصور معاه. فدي كانت الفكرة اللي احنا يعني نفذناها داخل الحديقة. في طبعا مجموعة مختلفة من الحيوانات زي اللاما اللي احنا بنتصور جنبها، زي الألباكا من فصيلة اللاما، في كمان الباني، في الغزال الأوروبي، في كمان عندنا بحيرة كان تحتوي على مجموعة من الأسماك والطيور. عندنا كمان حاجة مميزة جدا نفس البغبغانات، في مجموعة من البغبغانات الملونة. طبعا كل ده ان احنا الفكرة ان خلاص فكرة ان الحيوان داخل القفص مش موجودة في المكان ده، المكان ده مفتوح لكل الجمهور يقدر يحتك بالحيوان بشكل مباشر يأكله ويلعب معاه. هي دي الفكرة. احنا بندي يعني مجموعة من المعلومات او مجموعة من الارشادات التوعوية بالنسبة للجمهور للاطفال ان ازاي هو يقدر يتعامل بشكل مباشر مع الحيوان من غير ما يأذيه، يأكله، يلعب معاه. كمان بنقول له ان الحيوان ده مخلوق لطيف جدا، احنا هنا موجودين عشان يعني نلعب معاه نستمتع معاه وهو كمان يستمتع معانا. فطبعا بنحاول ان احنا على قد ما بنقدر بنحاول نغير سلوكيات الجست في التعامل مع الحيوان.